حرب نهاية العالم وكل ما سيحدث بها بالضبط، فهل تريد معرفة تاريخ وقوعها وماذا سيحدث بها؟ وهل تريد معرفة من الذي أخبر عنها وذكر كل كبيرة وصغيرة ستحدث بالصوت والصورة؟ لكي تعرف حرب نهاية العالم ابقوا معنا لآخر الفيديو. لكن قبل بداية الحكاية، الرجاء الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل لايك وكذلك الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. حرب نهاية العالم، وكل كلمة ستقال ليس فقط في الدين الإسلامي بل أيضا ذكرت في التوراة عند اليهود وفي الإنجيل في المسيحية، حيث أنها عرفت عند المسلمين باسم الملحمة الكبرى، وعرفت في التوراة والإنجيل باسم حرب هرمجيدون، وترجمتها طبقا للغة العبرية هر تعني تل ومجدو هي مدينة في شمال فلسطين. وهذا ما ذكر بالتحديد في تلمود اليهود. ذكرت هذه الأحداث في حديث صحيح الإمام مسلم عن أبو هريرة رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وسيحدث صلح بين المسلمين والروم. واضح أن المسلمين والروم لم تكن علاقتهما على ما يرام، والواضح أيضا أن في هذا التوقيت المسلمين سيتمسكون أمامهم بالرغم من قوة الروم في الأرض. لكن النبي يقول أن سيحدث هدنة بين المسلمين والروم، وليس فقط، النبي يقول المسلمين والروم في هذا توقيت يتحدان ضد طرف ثالث، والطرف الثالث لم يذكره النبي. والجدير بالذكر أن لفظ الروم كان يطلق في هذا التوقيت على دول شرق أوروبا. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ويقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون، ثم ترجعون، ثم تنزلون بمرج دابق، أي ستنزلون بعدما ترجعون من حربكم مع بعض ضد عدوكم الثالث في مكان به تلال كبيرة وخضراء. وأجمع أهل العلم كلهم أن هذا المكان يقع ما بين حلب وتركيا في بلاد الأناضول، وهذا المكان به تلال كبيرة وخضراء. ويكمل النبي كلامه ويقول: فيرفع رجل من الروم الصليب ويقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدق الصليب، فيثورون الروم على الرجل الذي دق الصليب، فيقتلون الرجل المسلم، فيثور المسلمين إلى سلاحهم، وتقوم حرب ما بين الفرقتين، ويغلب الروم المسلمين، ويرجع الأمر الذي حدث إلى ملك الروم، فتغدر الروم وتنقض الاتفاقية والصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين، وينادون الروم هلموا إلى الملحمة. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ويقول: فيأتونكم الروم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل، أي ما يقرب إلى 1,000,000 مقاتل. فالنبي حدد عددهم بالتحديد ويكمل ويقول: والمسلمين أيضا سيجمعون جيش، لكن النبي لم يذكر عددهم، إنما قال: ويجمع لهم أهل الإسلام جيش وعماد، الجيش الرئيسي من المدينة المنورة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويخرج لهم هذا الجيش من المدينة وهم من خيار أهل الأرض يومئذ، ويعسكر الروم عند مرج دابق التي تقع شمال سوريا، ويعسكر المسلمين في الغوطة الذي يقع جانب دمشق، وفي مكان بينهما تقوم الملحمة. فإذا تصافوا، أي وقفوا صفوف، قالت الروم للمسلمين: أخرجوا لنا من كانوا منا نقاتلهم. وواضح أن في هذا التوقيت أعداد كبيرة من الروم دخلت الإسلام بكثافة، فالمسلمين سيرفضون ويقولون: لا والله، لن نتخلى بينكم وبين إخواننا، وتبدأ الحرب بين الفرقتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الحرب: تقوم مشكلة كبيرة عند جيش المسلمين الذي ينهزم بقوة في البداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها في حديثه ردة شديدة، ويقول النبي: فيهرب عددا كبيرا من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيهرب ثلث الجيش، برغم أن هذا الجيش قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أخيار أهل الأرض، مما يوحي أن هذه المعركة رهيبة. وواضح أيضا أن ما سيحدث في البداية حدثا كبير وعظيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيهزم ثلث الجيش ويرتد لا يتوب الله عليهم أبدا، ويبدأ المسلمين بعد الذي حدث ثم ينتبهون بسرعة وتستكمل المعركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتشترط مجموعة من المسلمين شرطا للموت، أي هناك مجموعة من المسلمين سيجتمعون ويقولون: نقاتل ولا نرجع أبدا من أماكننا، إما النصر أو الشهادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويظل الفرقتين المسلمين والروم يقاتلان طوال النهار في اليوم الأول للمعركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:
فيتقاتلون حتى يحجز بينهما الليل، بمعنى دخول الليل. وواضح من الكلام أنه لم يكن هناك حضارة ولا يعاد هناك، لا يوجد نووي ولا طيارات ولا دبابات. سنعود لأساليب الحرب الأولى، رجل ضد رجل، والقتال بالنهار فقط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واليوم الأول للمعركة ينتهي، ولا يوجد جيش من الفرقتين انتصر على الآخر، لكن استشهدت الشرطة، وهي المجموعة التي اشترطت على نفسها إما النصر أو الشهادة، استشهدوا بالكامل. ويأتي اليوم الثاني وتشترط مجموعة أخرى من المسلمين على نفسها إما النصر أو الشهادة، استشهدوا بالكامل. وينتهي اليوم الثاني، وأيضا لا يوجد جيش من الفرقتين ينتصر، وتفنى الشرطة التي اشترطوا على نفسهم، ويستشهدوا بالكامل. وثالث يوم، نفس الذي حدث في أول يوم وثاني يوم، وتنتهي أيضا بالتعادل ما بين الجيشين، وتفنى الشرطة بالكامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين اشترطوا على نفسهم إما النصر أو الشهادة في تلك الأيام الثلاثة، والذين استشهدوا هم ثلث الجيش، وهم أفضل الشهداء عند الله. والجدير بالذكر أن ثلث الجيش الأول خاف وارتد من المعركة ولن يتوب الله عليهم أبدا، والثلث الثاني استشهد بالكامل، ولم يتبقى في جيش المسلمين إلا الثلث الأخيرة حتى جاء اليوم الرابع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح الله على هذا الثلث فينتصر في المعركة، فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها، ويدمرون جيش الروم بالكامل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطائر الذي سيطير من فوق أرض المعركة سيوقع قتيل من كثرة هول المعركة، ومن قوة رائحة الجثث، ومن شدة القتال الذي يحدث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدما المسلمين ينتصرون سيكون هناك غنائم، لكن هذه الغنائم لن يفرح بها أحد. لكن لماذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتعدوا بين الأب الواحد، أي العائلة الواحدة مثلا، كان عددهم 100، فلا يجدون من تبقى منهم إلا واحد، تبقى من عائلة كاملة رجل واحد فقط هو الذي على قيد الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبأي غنيمة يفرح، وبأي ميراث يتقاسم؟ وهذا دليل على إن العائلات كلها ستفقد أغلب أولادها في هذه المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يكمل كلامه ويقول: ثم يجمع ما تبقى من الجيش ويتوجهون إلى فتح القسطنطينية. ومن الواضح للأسف أن القسطنطينية التي هي الآن تسمى إسطنبول ستسقط من المسلمين، وستكون القسطنطينية هي عقر دار الروم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعتم عن مدينة جانب منها في البر وجانب في البحر، لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فيها، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، ولكن قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. ستفتح لهم فيدخلوها، سيدخلون المسلمين القسطنطينية بقول: لا إله إلا الله والله أكبر، بمعجزة من معجزات الله. وعندما يدخلوها منتصرين بقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيقتسمون الغنائم. إذا جاءهم صوت صريخ فيسألون: ماذا حدث؟ فيقال لهم: إن الدجال قد خرج. وبالطبع الكل يترك كل الغنائم ويرجع إلى أهله خائفا من الفتنة الكبرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن جيش المسلمين سيرسلون 10 فوارس، وإني لأعرف أسماءهم وألوان خيولهم وأسماء آبائهم، وأنهم من خير الفوارس على ظهر الأرض، ويذهبون 10 من الفوارس لكي يتقصون عن الدجال هل ظهر بالفعل أم لا، وأين ذهب وأين جاء، وسيتجهون ناحية أصفهان، هو مكان خروج الدجال، لكي تبدأ علامات الساعة الكبرى ما سيحدث له العجب. وهذا ما نعرفه في الفيديو القادم. وفي النهاية نود أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويحسن ختامنا جميعا، آمين. لا تنسى الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى مشاهدة باقي الفيديوهات، ستجد بها مواضيع عديدة مهمة ومفيدة وستنفعك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.